منذ أكثر من 40 عاماً ما زال أهالي منطقة أم العشوش بمنطقة راجب التابع للواء كفرنجي بمحافظة عجلون ينقلون المياه بواسطة التواب. المشكلة اللي بنعانيها ما زلنا ولغاية الآن من بداية السنة من شهر 9 ولغاية الآن ما زلنا بنفس المشكلة، من راجع مدير المياه مدير سلطة عجلون، ومن راجع مدير أشغال عجلون، ومن راجع أمين العام لوزارة المياه، ما زلنا لغاية الآن من راجع كل الجهات الرسمية ولا واحد ملبينا دعوة رغم المخصصات المالية نازلة من اللامركزية، لغاية الآن ما حصلنا على نتيجة. أنا محمد حسن عبد القادر العنانزي، مي ما فيش عندنا، المنطقة حوض مسند واحد أم العشوش، والمي بنجيبها من الوادي، بنجيبها ناس بتجيب خزانات، ناس بتجيب بقلان، ناس بتجيب حمير، اللي عنده سيارة ما بحمش أحمر بيجيب سيارته وبغسل، بس ما بتتغسلش بيها، واللي عنده تنك بيجيب تنكه، واللي ناس بيشتري تنكات التنك قاعد بكلف المتر 3 ليرات تصل المواطن. محمود العنانزي ابو معتصم طلعونا بدقره اللي هو 350 متر مش عارفين يحلون مشكلته عشان يوصلوا فيه المي، علما انه جميع الخدمات يعني نفس كل الخدمات نت وكهرباء ما عاد خط المي مش مارق من المنطقه، فيا ريت انه نشوف وزير الزراعه مدير الزراعه وكل المسؤولين يشوفوا مشكلتنا بايش بملعشوش. احمد عبد الرحمن محمد العنانزي مختار قريه دحوش من 86، بوجه رسالتي لسيدي صاحب الجلاله الملك عبد الله، ما فيش مواطن بنظام وابو حسين موجود على وجه الارض، اثنين هذول 96 بيت بدون شبكه مياه. من سنين من عشرات السنين واحنا نطالب بالسلطه ونركض على الدوله، طيب بدون شبكه ما فيش. بال 2024 خصصت لنا اللامركزيه 215,000 توصيل شبكه المياه. عند اجى طرح العطاء لقوا عقده 350 متر بارض الدوله، ال 350 متر هذول معبدات ومحطوط بين الضغط العالي ومحطوط بين خط النت. ليش وقفوهن على خط المي؟ هذا الكتاب موجه من وزير من وزير البلديات لمدير اشغال عجلون يرد علينا، انت يا مدير مياه شو المطلوب منك؟ ورجعنا لعطوفة المحافظ عساس يحل المشكله، وقال لي ان شاء الله بنحله، هاي احنا بنستنى. مطلبنا عمي احنا بدنا نشرب مي، باي طريقه بدنا نشرب مي، لان هالمي تجينا وسخه بشكل. والله لا جوزك بيتوضا ولا غسول ولا حمام ولا تغسل وعيك بيها، ننقل مي على الدواب وعلى التنكات. اللي عنده دابه بحمل المي بجيب عليها وما فيش بده يشتري تنك ب 15 ليره. أعوام طويلة وأهالي منطقة أم العشوش ما زالوا ينقلون المياه على الدواب ويناشدون الجهات المعنية لإيصال المياه إليهم. محمد النواطير لموقع سرايا الإخباري.